حافظ للقرآن وأستاذ في علومه، له عدة مشاركات في مسابقات دولية في تركيا وماليزيا ومصر من الهند. رحبوا معي بالمتسابق منظور أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك كم منه مريب وإن كلا لما ليوفي فينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات
ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أنصتنا لتلاوة طيبة للمتسابق منظور أحمد من الهند. شكرا جزيلا لكم على هذه التلاوة. فضيلة الشيخ عمر لكم الكلام. ما شاء الله، منظور أحمد كنت جميلا وكنت رائعا، وديت أداء راقيا لقراءة القرآن الكريم، وأبدعت وأمتعت في أدائك لكلمات القرآن الكريم، فلم تظهر العجمة التي في الهند، بعض الظواهر التي تظهر عند بعض القراء، فقد تخلصت منها وبلغت درجة الإتقان إن شاء الله تعالى. فنسأل الله لك التوفيق إن شاء الله، وأن تقرأ القرآن على شيخ يريك شخوصه، على شيخ مجاز بسند موصول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كي تأخذ السند بإذن الله تعالى وتقرأ أهلنا من المسلمين في الهند وتبلغ كلام الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا. الشيخ محمد عصفور رأيكم؟ أنا أتنازل بوقتي لسيدنا سيد. الله يخليك، الله يحفظك، الله يسعدك. أنا أقدم له وقتي بس لا تريدني أترجم لك هندي شيخ. لا بس لا تريدني أترجم لك هندي يعني. إنجليزي كمان تكلم هندي إنجليزي. يتحدث أوردو. بس هندي؟ أردو أردو. هندي هندي؟ تمام. إنجليزي إنجليزي لا. أنت لا نسيت هاي تكلم إنجليزي. يعني أنا أحييه صراحة يعني شيخ منظور، هذا حضوره الطيب في العراق، وبالتالي قد تكون هذه زيارته الأولى ومحاولة طيبة، ولا شك أنها في ميزان حسناته. الملاحظات إن شاء الله تعالى هو يستمع إلى تلاوته، ومثل ما أشار أو يشير بقية الأساتذة يحتاج إلى تمرين أكثر إن شاء الله. السيد كريم موسوي تفضلوا. صوت جميل وأداء طيب، الله يحفظه إن شاء الله حبيب قلبي. الشيخ باسم العابدي رأيكم؟ أحسنتم، وقفتم على كلمة قليلة وهو وقف غير صحيح، ولكن يشفع لكم طول الآية فهو وقف اضطراري. أمر آخر لا يتعلق بالأخ القارئ أريد أن يعني أذكر به أو أن أذكر به في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه آية جدا مهمة بالنسبة لنا جميعا. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يقول: شيبتني سورة هود. على هذه الآية، بسبب هذه الآية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال هذه الكلمة الكبيرة جدا، فتتعلق بالدعوة للتوبة والاستقامة. يعني يجب أن يستقيم المؤمنون والمسلمون لكي لا يشيب الرسول،
ويتألم الرسول ويتأذى، هذه مسألة مهمة يجب أن نلتفت إليها. بارك الله بك. بارك الله بك. الأستاذ عماد رامي تفضل. حياكم الله أخي منظور، بارك الله فيك. كانت تخون القفلات، في كل آية القفلة تكون ضعيفة، القفلة يعني آخر الآية، فإن شاء الله رب العالمين هيك بتتحسن والأمور، وبس هذا ما بيمشي الحال حتى يتدرب على القفلات. الله يبارك فيك يا شيخ مرحب. ياك الله. شكرا للجنة التحكيم، حقا في أكرم الشهور عند الله عز وجل هي فرصة للتأمل بجمال ربنا. منظور أحمد من الهند، شكرا جزيلا لكم. شكرا يا عزيزي. شكرا جزيلا. تفضل. أحسنتم حبيبي، أحسنتم.